بص شباب، احنا عندنا ايه؟ احنا في عندنا تمبريتشر، خدوا بالكم ازاي؟ سهله جدا جدا جدا. انت رافع عينك لا لا لا، تمبريتشر وعندنا البودي ماس، ماس التمبريتشر دي فيها حاجه سهله جدا جدا. هتقيس التمبريتشر بتاع اللي هو البيشنت بتاعك، خلاص كده ماشي؟ هتستخدم ايه؟ اللي هو ال كونفشنال الثرمومتر بتاعنا، واللي هو الميركري الثرمومتر بتاعنا، او اللي هو الايه الديجيتال، مش كده برضو؟ اول ما تخش على اي مريض لازم تعمل كذا حاجه، اللي هي ايه؟ بالك ازاي اكزيلري اللي هو الاكزيلري نوت كومن يوز عن طريق اللي هو الايه خلاص كده ماشي. طيب لو استخدمت الثرمومتر زي ده كده طيب اول حاجه بالمره اقول لكم ايه لا خلينا في الاخر خالص نقول الاسئله والحاجات دي كلها. المره واحد اهم حاجه بالنسبه لي ات هاز تو بي ليس ذان النورمال. يا جماعه التمبرتش بتاعتنا كام؟ 36.5 8 من 10 35 و 8 من 10 في الايرلي مورنينج ممكن بتوصل في افترنون ممكن 37 و 3 من 10 او 2 من 10 خلاص. This is the normal body temperature. هحسب لكم الورقه اللي مكتوب فيها هذا الكلام خلاص كده ماشي. صوروه وزوروا نفسكم اكيد دكتور اسمه ده يلعب خلاص كده يا جماعه. يبقى نمره واحد اخد ده كده لازم انزله اقل من 35 وبعدين حطه في الشيز بتاعه. يعني ايه الشيز بتاعه؟ حاجه كده كفر ليه؟ عشان نمنع الانفكشن فروم وان بيرسون تو انذر. اوبن يور ماوث بوت اندر يور تانج بالك ازاي؟ كلوز يور ليبس مش اللي هو الايه تيس ليبس بالك ازاي؟ فور 1 اور 2 مينتس كم مينتس 1 تو 2 مينتس تيك ات اوت ريد ات بالك ازاي؟ then reintroduce it again. That's it. في بعض الأحيان some cases we cannot use or measure a temperature through an oral route. إذا كان عندي spot. إذا كان عندي vomiting. ها. الأكزيلا. لا. تشل. أنت ما نقدرش نستخدم. تشلدرن دكتور تشلدرن. تشلدرن. صار في vomiting. إذا لوحده smoking. Old of age. ليه لو كان بعد الاكل 11 ايه؟ مالن لبس لبس نمره 3 لو كان unconscious او عنده restlessness مش قادر خلاص كده ماشي. طيب نمره 1 البيشنت اول لما بيجي قبل ما احط له دي في بقه اساله ايه؟ سموكر سموكر ولا لا؟ يعني سموكينج ولا لا؟ هو ايه؟ واخد مثلا شاي سخن هيأثر واخد شيء حاجة باردة عصير بارد أو حاجة آيس كريم هيأثر عليه. يبقى مهم قوي البريكوشنز اللي هو إيه الهوت درينك والسوفت واللي هو والكولد درينكس أو السموك والفوميتنج تايم دكتور فوميتنج مش هعمل فرق أحطه بقى كده طيب إذا كان شارب دكتور شيء حار استنى كم استنى شوية لحد ما يبرد كده ربع ساعة مثلا 10 دقايق أو استخدم النظر وورد بالك ازاي؟ بس مش بقول واحد كبير هتقول له معلش عفوا في كلمه هيوز اينس ما اقدر اتسال هي وجانا كل يوم فالانسلت المهم يا جماعه تعمل ايه؟ تعمل حسابك تحط نفسك مكانه صح وشوف اللي بتقوله له ده اللي بيقوله ده ممكن يضايقك ولا مش منطقي. في ناس ممكن تعمل مشاكل كبيره قوي بالك ازاي؟ مش هقول لك بسوء نيه بحسن نيه بس يعني يا لا يعني هو مش عارف بيعتبر اللي قدامه ده اسمه ايه ده؟ بيعتبر اللي قدامه ده ماشين. لا ما هوش ماشين ده بني ادم زيه زي بالظبط بيحس وبيشعر وبيتألم بالظبط كده خلاص كده يا جماعه. ما كانش كده هنعملها بالايه؟ عن طريق الانس خلاص؟ نفس الحكايه برضه الانس يبقى احطها في اللي هو الايه؟ وبعد كده هعمل لها ايه؟ هعمل ايه؟ اقللها ل 15 لازم ادخلها في اورف زي ده يبقى لازم لوبريكيشن. طب اخلي البيشنت نفسه البيشنت بتاعه عامله ازاي؟ يبقى اخليه على جنب و على جنب
هاند سايد وخلي فليكشن فليكشن الني فليكست انتروديوس انتروديوس ان دايركشن اوف اللي هو الامبلايكس 3 اور 4 اي سنتيمتر بس كده بطلع ريد ات از ذا سيم لايك هو الاورال لا لا نقص نص نقص نص بس كده ماشي تمام. طب لو حاله اللي هو اقل من شهرين هل هينفع تقول له هل هينفع تقول له نام على جنبك واعمل رجليك كده وبتاع تقول له ايه بروم بوزيشن على وشه بالك ازاي خلاص دي حاجه. في حاجه تانية بعد كده ممكن استخدم حاجه تانية ممكن استخدم حاجه تانية. اللي هي الايه اكزيلاري which is not commonly used مش محب قوي استخدم احطها هنا برده طبعا زيد بس يستحسن تبقى برده على ايه السكين دايركتلي مش على الهدوء خلاص كده ماشي. وبتزود ايه بتزود خلاص كده. بعد كده في عندنا اللي هو الايه التمبانيك. اهم حاجه في التمبانيك بيبقى سايم ديجيتال مش هتحط دي الديجيتال الديجيتال بتطلع بيم والبيم دي بتعمل على التمبانيك ميمبرين وريد الكول تمبرتشر خلاص كويس قوي. بس فيها عيب. عيب ايه؟ لازم يبقى نو واكسز في الاكسترنال اديتري ميت ولاك نظيف ولاك زين. نمره 2 لما تقيسها برضه طبعا نفسها برضه هي برضه اللي هو ديسبوزابل برضه كفرنج ليها خلي بالكوا ازاي ديجيتال. ديجيتال هنا بتستخدمه بتسيبه 10 ثواني خلاص كده 10 ثواني. ممكن برضه الديجيتال ده تحطه في الاعتري برضه ايه اندر اللي هو التانك برضه برضه نفسها ديسبوزابل برضه كفرنج خلي بالكوا ازاي تسيبه برضه 10 ثواني 10 ثواني هنا او 10 ثواني ايه هنا كده خدت بالك ازاي يبقى 10 ثواني هنا او 10 ثواني خلاص كده يا جماعه ماشي تمام. طيب نيجي بعد كده ديجيت بالنسبه للايه لما تيجي تقيسه هنا هل بيبقى ذا سيم لاين اللي هو اللي هو عند التانج لا تطرح قد ايه انا لا 8 من 10 خلاص كده ماشي الحراره تنقص 8 من 10 ده الكور تمبريتشر الكور تمبريتشر ها زائد نص زائد نص في الاكزيلا الريكتم ناقص نص ناقص نص نجمع 8 من 10 بس كده ماشي. يبقى في عندنا هو ايه الريكتم ناقص نص الاير ناقص نص ناقص 8 من 10 الاكزيلاري زود نص خلاص كده ماشي. التمبريتشر بتاع هنا او كده بتسيبها برده دقيقه الاثنين بالك ازاي ماشي. الناس نفس الحكايه برده خلاص كده. بالنسبه ل اللي هو الاير او الديجيتال 10 ثواني فقط 10 ثواني خلاص كده يا جماعه. عايزك بس تقول لي كده انت كده اقراها كده بقول لك عشان ممكن الدكتور يقول لك اقراها ليك يا السيريز نقول قياس بالسيريز اقل من 5 دقائق اقل من 5 دقائق. شوف ليه هنا ده صح ولا مش مكسر الاحمر على 7 دقائق انا مالي الاحمر لا الاحمر رقم ايه زين بقصر الحين اكتب الكتروني دكتور دكتور ايش فيها اقل من 5 دقائق اقل من 5 دقائق الكتروني خلاص تحطها وتقرا اللي هو اللي هو طالع ايش عمر احمر لا فيها تهبل اختبار راح يجينا دكتور ورا في مع خلاص الاختبار راح يجينا بورا قلت لك ممكن يجي لك اور هو بالرتين تمام ما شاء الله دقيقه انت ما شاء الله ماشي. شوية أسئلة نظري بسرعة كده يا رجاله لو في حاجة عندنا كده لا لا ثمانية بص يا جماعة في عندنا ده الشيت اللي هيجي لكم بنحاسبكم عليه خلاص كده. General attitude greeting the patient introduce yourself ask permission explain procedure خلاص بعد كده اتفضل موجودة موجودة measuring the oral temperature ها الجلاس أو الإلكترونيك الجلاس ثرمومتر it should be lower than 35. بعد كده insert and close اللي هو الليبس نوت اللي هو التيس لايتلي على اللي هو ايه اللي هو اللي هو الثرمومتر. وبعد كده instruct him to close his lips ازاي for 1 to 2 minutes. وبعد كده read the thermometer and then re-insert it again and do it again. measuring اللي هو vector temperature قلنا في حياتي اللي هي ايه واحد unconscious cannot close his lips اللي هو children او اللي هو ايه هايبر اكتيف اول وقت بالك الكوشنز اللي احنا قلناها كنتش بشرب حاجه سخنه ولا حاجه بارده ولا بدخن سخن خلاص اللي هو الماوس ها
tympanic membrane. You have to be sure that there is a canal is a degree of waxes the beam of sight in a directed light the tympanic membrane. We measure the core temperature. Core temperature we're going to lose منها كام 8.8 الفيكتور احنا نقص منها كام نص الاكزيلري نص شويه حاجات تانية بقى ايه بقى كده شويه ممكن يكون موجود بايركس يعني ايه بايركس او فيفر انكريز البودي تمبرتشر مظبوط طيب بايركس توصل 41 واحد من عشرة هايبوثيرميا اللي هو اقل من 50 الافرج اللي هو temperature اللي هو بتبقى بكام 35.8 الى 37.3 خلاص طيب الفكره احنا قلناها وده كناها خطوتين ساكنات اللي هو الاكزيري تبقى ليس اكيوريت ها الاكيوريت اللي هو الاقل دقه هو الاقل دقه اللي هو الاكزيري ماشي الاورال احنا قلنا كونشس وريستلسنس والانيبل تو فوكس الستبس دي خلاص عملناها وبعدين الكترون احنا قلنا 10 ثواني ميد ريفكتور تمبريتشر خلاص 3 4 دقيقه ماشي كده طب 3 دقايق ممكن ستيبس اوف ميجرينج ده كده طب ايه رايكم يا جماعه في السيرمال التاب اللي بيتحط ده كده كان وي يوز ات اكيوريت انديكيتور اول ها ايه نزود بس نزود على نص اتس نوت جود ات اتس نوت جود ات نوت اكيوريت شو يوز ده مش سمعت هذه لزقه اللزقه في بعد الكتر في جهاز جديد بعد طريق الليزر ليزر ماشي ولا كده خلاص كده ماشي كده ليزر وش ديس تحطها في الانفاد احنا قلنا البرون اي بوزيشن مش كده خلاص ممكن بقى شويه حاجات تزود التمبريتشر تبقى لك ازاي ممكن في الاطفال ممكن تحط فوق 2.10 طبيعي جدا كم 2.10 ممكن تزيد كمان شويه هذا ايش في الاطفال تزيد شوية مش مشكلة ممكن فلكتويت يعني ده بالنسبة لكم حد عايز فيها حاجة؟ الماتش ها؟